ضيفنا من القاهرة الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادية في حركة فتح الفلسطينية. دكتور جهاد، يعني هل تعتقد أن هناك دائرة تضيق على حكومة بنيامين نتنياهو الآن، أم أن هناك سعة من الوقت وربما من الفرص أمام حكومة نتنياهو ما زالت موجودة؟ يعني في البداية مساء الخير لك أخي أحمد ولكافة المشاهدين الكرام. نحن ندرك جيدا بأن حكومة الاحتلال لا زالت تواصل حربها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني رغم كافة التصريحات سواء من الإدارة الأمريكية أو التصريحات الدولية أو القرارات التي اتخذت سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى حديث مجلس دول الاتحاد الأوروبي من خلال منسق السياسة الخارجية جوزيف بوريل عندما تحدث بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل كامل، إلا أن لا زالت حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل تلك المناشدات وكل تلك المواقف تحت ذريعة بأنها تريد تحقيق أهداف هذه الحرب، علما بأننا إذا نظرنا إلى الواقع سنجد بأن ما هي الأهداف التي وضعها نتنياهو؟ نتنياهو وضع وقال بأنه يريد القضاء على المقاومة الفلسطينية بين مزدوجين على حركة حماس ويريد تحرير الأسرى. ماذا حقق على مدار 71 يوم؟ ولكن هناك كذبة ضلل بها العالم والرأي العام الدولي نتنياهو في بداية هذه المعركة عندما قال بأنه يستهدف حركة حماس ويستهدف المقاومة الفلسطينية. هو يستهدف الكل الفلسطيني ويستهدف الشعب الفلسطيني لأن حجم التدمير الذي قامت به دولة الاحتلال وحجم الشهداء والضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان لا يدلل بأن دولة الاحتلال ذاهبة وكما ادعى نتنياهو بأنه يريد تدمير المقاومة الفلسطينية لأن أكثر من 70% هم من الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت كل مقومات الحياة في قطاع غزة سواء من بنى تحتية أو من شبكات مياه كهرباء اتصالات صرف صحي مستشفيات مدارس جامعات كل ذلك دمر تم تدميره وكأن الحرب هي على الشعب الفلسطيني وليس على دكتور جهاد. يعني في هذا تقول الإحصاءات إنه في الأسبوع الذي زار فيه سوليفان تل أبيب شن الاحتلال الإسرائيلي 500 غارة في ذلك الأسبوع بمعدل 71 غارة يوميا. إذا لا مجال الآن عن الحديث عن جهود دبلوماسية لربما لتهدئة الأوضاع لعدم استهداف مدنيين، للحديث عما بعد العدوان على غزة، هذا حديث في جانب والتصرفات الإسرائيلية كما تقول الأرقام في جانب آخر. يعني أعتقد كذلك، يعني أعود بقليل إلى تساؤلك الأول، هل تضيق الأمور على حكومة نتنياهو أم أن هناك متسع من الوقت؟ أعتقد بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية رغم كل الاعتراضات التي تجري من أهالي الأسرى المتواجدين لدى المقاومة الفلسطينية هي اعتراضات محدودة، ولكن أكثر من 57 إلى 60% في آخر استطلاعات للرأي بداخل دولة الاحتلال هم يميلون إلى اليمين ويدعون إلى مواصلة العملية العسكرية. هذا من جانب المؤتمر الصحفي الذي عقده جانتس والذي تحدث به بأنه مع وحدة إسرائيل بشكل موحد وعدم الذهاب إلى ما يسمى بعزل نتنياهو أو الدعوة إلى عزل. لكن دكتور جهاد، يعني يحدث هذا رغم دعوات بعض أسر المحتجزين بالإضراب عن الطعام بتصعيد الموقف أمام حكومة نتنياهو بالإضراب عن الطعام؟ يعني أعتقد بأن نتنياهو لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا أنه يريد إطالة أمد العملية العسكرية، ونحن نرى عندما يتم أو بالعملية العسكرية هو لم يستطع أن يحقق أي إنجاز على الأرض متعلق بتحرير الأسرى، فقط استطاع أن يعيد مجموعة من الأسرى بفضل الجهود المصرية والقطرية والأمريكية التي بذلت في 7 أيام من الهدن والتي تم التفاوض بشأنها على إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين، ولكن على أرض الواقع لم يستطع نتنياهو، ولذلك هو لا ينظر وإنما فقط يتباكى أمام الشاشات وأمام مجموعة من المواطنين بأن قلبه ينفطر على ما يحدث لهؤلاء الأسرى. في المقابل هو يعطي أوامر وينفذ تعليمات جيشه بالمزيد من عمليات القتل وعمليات التدمير. هذا من جانب. من جانب آخر الإدارة الأمريكية باستطاعتها أن توقف الحرب خلال ساعة
مما إذا قامت بإصدار الأوامر إلى نتنياهو أو قامت بإغلاق مخازن أسلحتها ووقفت الدعم الذي يقدم إلى دولة الاحتلال ستتوقف الحرب ولن يجد نتنياهو. هذا مفهوم دكتور جهاد، لكنه نفسه نتنياهو أيضا الذي ربما كان موقفه صلبا أمام فكرة إنهاء الحرب أو تخفيف العدوان الإسرائيلي، هو نفسه الآن الذي أعطى تصريحا لرئيس الموساد بأن يتفاوض لإيجاد هدنة إنسانية ربما يتم بعدها أو خلالها تبادل للأسرى والمحتجزين. فبالتالي هو نفسه نتنياهو الذي يرضخ الآن لما رفضه قبل أسبوع فقط. لذلك هو نتنياهو يسير بمنهج محدد ومنظم ومرتب، يعتمد على أسلوب المناورة، عمليات القتل ومواصلة القتل ومن ثم العودة إلى هدنة أو مفاوضات متعلقة بإطلاق سراح الأسرى ومن ثم العودة إلى قتال. لم يذهب نتنياهو إلى فكرة وقف إطلاق النار الدائم الذي نادت به 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما صوتت على مشروع القرار المصري الذي قدمته مصر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذلك نتنياهو يتلاعب بالوقت لأنه يدرك جيدا بانتهاء الحرب إذن ستشكل لجان لتقييم الأوضاع والأحداث التي جرت وحجم الخسائر، وسيتحمل نتنياهو المسؤولية الكبرى، سينفرط عقد حكومته. ولذلك هو الآن يحاول الحفاظ على أكبر قدر من ترابط أو تماسك هذه الحكومة، لأن مصلحة اليمين المتطرف مع نتنياهو سواء بن غفير أو سومتريش الأحزاب اليمينية المتطرفة هي تتلاقى مصلحتها مع نتنياهو. نتنياهو يريد أن يبقى رئيسا للوزراء، وهؤلاء إذا انفرط عقد الحكومة لن يعودوا إلى الحكومة مرة أخرى.